حياك حياك اليوم الجراج ان شاء الله نطلع نجربها مع بعض. يا هلا يا هلا حياك الله فما الله. توني ادري ان في بنات يدقون عليك، لا وبعد تطلعون تجربونها بالسياره؟ اي عادي طبيعي، الزباين بيجربون سيايرهم. طغاني علي انا؟ على شنو تكفى؟ على شنو اغار؟ على البلسوت الوسخ اللي انت لابسه ولا على اظافرك الوسخه بعد؟ من شارب قهوتك؟ اشربها بالجراج. زين ما قلت لي كم بتحول لي؟ مبيحين شلي زعل يعني عشان قلت الصج؟ هذا عنده جراج لو عنده وكالة سيارات. الو. ايه وبعدين؟ وليش ما تتصرف انت؟ ايش حكى حاطك محامي؟ اسمع، تصرف سو اي شيء، حل الموضوع. ايه ما ابي زوجتي تدري، خلص الموضوع بسرعه. اقول لك زين، اسمع، انا ما اقدر اتكلم الحين على راحتي. لما نروح المكتب انت فاهم. ماشي يعني ما لا. والشيء اللي ما تبيني اعرفه. حلو والله، طلعتي تتسمعين وتتصوخين من ورا البيبان. حلو والله، خوش تربيه. الظاهر ان امك ما عرفت تربيك ولا علمتك يا متربيه ان اللي يتسمع من ورا البيبان هذا يسمونه قله ادب وعيب. انا اللي مو متربيه؟ لا، امي ربتني وربتني احسن تربيه. انت اللي مو متربي ولا ما كان رضيت على زوجتك؟ هياني وياك تكلميني بهالطريقة مرة ثانية، لأن المرة الجاية ما أدري شنو ممكن أسوي. لا تفكرين تراديديني مرة ثانية، لأن وقتها أنت وأمك أقتلت في الشارع.